معلم شلون عرفت بالشغلة؟ زازا قال لي. زازا؟ ايه اتفقت معه. كيف يعني اتفقت معه؟ عطيته ميماتي. كيف عطيته ميماتي؟ هو طلب راس ميماتي وانا قلت له موافق. عملت منيح، روسنا كلها في داك مشان بنت اخونا. لا هي الشغلة خلصت. شلون خلصت الشغلة؟ كان بالسيارة صورة لبيماتي، شقيت له راسه وعطيته اياه ياخذه يخبيه. بنتي وقفي، لا تقومي. وين بنتي؟ ليش ما حدا عم يحكي شي؟ بنتي نحنا كمان ما قالوا لنا شي. ليكون صاير لها شي؟ إبرو قال نزلوها لتحت للمعاينة. أكيد عم يكذبوا، ماني مصدقتهم. بنتي طولي بالك، رح نتصل بمراد فورا. مدام بعتذر باسم الموظفين كلهم، لأنه حضرتها أهم نزيلة بالمشفى، مشان هيك كلهم كانوا حابين يشوفوها. معقول هالشي سيد تركي؟ مدام مع الأسف عن تبديل المناوبات حتى أنا ممكن أني ضيع، وهذا اللي صار معنا. بس عملنا لك كل المعاينات الضرورية، ما شاء الله بنتك صحتها أحسن منك كلياتنا. خلص ماما خلص، خلص ارموا سلاحكم. اسكندر وينه؟ بالمستشفى. شو له شغل بالمشفى؟ راح يخطف بنتك. ما بنعرف اخي تركي. المعلم عم يتصل بالاخ ميماتي. انتو خدوا احتياطاتكم ونحن بالطريق. معلم اسكندر مو بالمستشفى. تفضل معلم. انت وينك ميماتي؟ انا هلا مع بولوت. قريبين على المستشفى شي؟ ايه قريب. بتروح على المستشفى بسرعه، اسكندر رح يروح لهنيك، نحن بالطريق. ماشي معلم. يا روحي يا روحي تيتي، طلعي شوفي شوفي شفايف شوفي. شو نعزت؟ يا روحي أنا. مدام إبرو لازم نطلع من المشفى بسرعة. اسكندر الواطي جاي لهون، بدنا نقاتل لآخر نفس. We'll be right back.
اشياء. استنوا هون لبينما ارجع. المكان مأمن، ما حدا بيدخل لهون غير عجزتي. شو بدنا نقعد هون نستنى الموت؟ طالعنا من هون حاليا الطلعة مانا أمينة، وبس تأمنت أنا بجي باخدكن. لا تشغلوا بالكن، مراد على مدار على الطريق. لي مرت مراد على مدار وبنته فورا. شو بدي اعمل ماما؟ انا كثير خايفة على بنتي. هدي حالك شوي. وين اسكندر هلا؟ ما بعرف وين راح. صار لك 3 دقايق.
أنا خبيت المدام إبرو، لا تخاف. منيح. أنت وين خبيتها تركي؟ منشوف تسجيلات الكاميرات. امشي يلا معلم خبية. عفوا اختي، لوين رايحين؟ انت خليك ماشي. ماما اعطيني تليفوني. تليفونك كمان. شو بدك تعملي بنتي؟ إبرة شو عملتي؟ مرت أخونا أخذت البنت وهربت، واسكندر طلع وراهم. بس هلأ نزلنا. انت اتصل بأمه. ما حدا عم بيرد. اتصل بألبير خليه يحدد مكانهم من تليفوناتهم. حاضر معلم. شو عمل اسكندر؟ قدر ياخذ بنته لمراد؟ لا سيدي، اما حسنة تتهربها من المستشفى، واسكندر الكبير عم يحاول يعرف مكانها. بس يلاقيها خبرني. اللي في شي جديد؟ والله كل يوم حادث.
عمو أرهان، كرمال خاطر بابا خبينا. تفضلوا بنتي. انتبه. شوي شوي. بناتي رح نلاقيهم، لا تقلقي. هذا المجرم بده يقتل بناتي، بدي بناتي. ما رح اسمح له يعمل هيك شيء. عابد صدفة ما عم ترد، اتصل بالشرطة يلي قدام بيتها. امرك معلم. ميماتي اتصل بصدفة. بابا خذوا اغراضكم وروحوا لعند ميماتي. ابني نحن ما بنطلع من بيتنا. بابا هذا جاري وما عم بيشوف قدامه، لبين ما امسكه بده يهجم على كل اللي بيخصوني. اخذنا احتياطاتنا قد ما بنحسن، ونحن ما رح نهرب من قدرنا المكتوب. بابا انتوا لو كنتوا هون قبل نص ساعة بس كان قتلكم. لو خالص عمرنا كنا اجينا قبل بنص ساعة. بابا مرة واحدة اسمع مني. ما عم تفهم يا ابني، الزلمة مو ملاحقنا، ملاحقك لك انت ولبنتك ومرتك ورجالك. معلم الشرطة كمان ما عم ترد. ها الو صدفة. انا بالبيت. لا ما حدا اجا. سألي عن إبرو. عندكم خبر عن إبرو؟ لوين راحت؟ طيب ماشي، إذا اتصلت أنا رح خبركم. هني كمان ما بيعرفوها وين؟ ما بيعرفوا. لوين ممكن تروح هاي رفيقتك؟ ما بعرف. معناتها فكري منيح. قليلي مين بتعرف هالبنت؟ مين في إلها تروح لعنده؟ ما لا حدا. معناتها أمها إلها حدا. إنن ما صلن سنة جايين من أنقرة. ما بعرف غير إنه أمها إلها أخت. يعني معقول تروح لعند خالتها يا مجنونة؟ خلص وليه؟ تركوا. يسلموا ايديك. ما ضلت مصيبة ما نزلت علينا، وهي آخر شيء. إبرو لو نعطي خبر لجوزك هو بيأمن حمايتك أحسن الكل. لا عمو أرهان، مو هلأ. أكيد عم يراقبوا التليفونات. لو نعطي خبر على الأقل. عمو أرهان بيكون عارف أني عايشة. لو كان مراد محلي كان قال لا تتصلي فيني. أهلين أهلين بابا ممدوح. أهلين سهلين زازا. ليك شو عملوا بيت القائد بجوهري يا بابا ممدوح؟ شوف كيف ضربوه بالسكين. عليك العافية يا جوهر. اللي شلون الصحة؟ منيحة إن شاء الله؟ الحمد لله. تفضل تفضل تفضل.
خذها للغواد مجدد. ماشي خالي. الله يخلي لنا ياك بابا ممدوح. حليت لنا مشكلتنا مع مراد على المدار، مع انه ما قصرنا معه ونحن كمان ساعدناه بشغله. انت ابن منطقتي وبتهمني كتير، ومراد على مدار رجال شهم. مزبوط. اذا صلحت علاقتك معه لا تعمل شي خليكم تتعادوا ابدا. صح، مثل ما قلت انا ابن منطقتك ما بصير عدو، بس لو يبطل عناد. بصراحة كل ما ضغطوا علي أنا كمان بعاند. ها يسلم. شو عملت بالشغلة الثانية؟ أي شغلة؟ شغلة المصاري. متضايق على مصاري بابا ممدوح؟ والله ضايقت منك. ها ليش نحن آخر من يعلم؟ قلي قديش بدك؟ هلأ بقول للشباب يحضروها فورا فورا. لا تحكي كلام فاضي يا شرف. أنا ماني بعازتك ولا بعازت غيرك، أنت بتعرف هالشي منيح. عطيت وعد، أوفي بوعدك. أنا لقيت حل تاني لهذا الوعد. ايه وشو هو هذا الحل؟ هلأ انا مو بدي ادفع مصاري للشباب لحتى ياكلوا ويشربوا مني؟ ايه بنشغل بالي، ما بقى بحسن نام. لازم شوف قرشي لوين راح لحتى اقدر نام. بصير اكرم، انت بعت لي الشباب وصدقني انا بطعميهن وبسقيهن وبلبسهن وبدرسهن وبرعاهن على الاخر. يعني بسلم الخروف للديب؟ هذا مو أحسن من الواوي بابا ممدوح؟ واللي بدهم يروحوا للواوي ويطلعوا على الجبال؟ صازع بدك تدفع 100,000 بالأسبوع وما رح أعطيك اسم الشباب أبدا. بعدين بتروح بتبليهم لأنك دفعت لهم كمرش. هلا انت ليش بتسمي 100,000 كم قرش؟ انت ابن اصول والله بزعلها. انا قلت اللي عندي. تعرف شو بسمي الهريب يا زازا؟ ملعب. منشوف شلون بدنا ندبر كل هالمبلغ. بتعرف الشغل واقف شوي. زازا بتقلي انك بتقدر الوضع وبتقلي 100,000. هلأ شلون بدها تصير هاي الشغلة؟ بتصير بتصير، انت مصاريك كتيرة. أمر خالي. ابني جيب لي شي شغلة مالحة. يلا جيب لك جانرك خالي. ولك الجانرك مالح يا نجدات؟ منغطي الجانرك بالملح خالي. يعني إذا طلبت شي حامض شو بتعطيني نجدات؟ سمك خالي. حمض السمك ابني؟ شو ما بتعصر عليه ليمون خالي؟ جيب لي مي نجدات، مي لا مالحة ولا حلوة ولا حمضة ولا مرة. تكون مي، بس مي خالي. بدك اياها باردة ولا سخنة ولا فاترة؟ لك اهبل، ما بتعرف اني ما بحب البارد. انا اسف خالي، بروح جيب مي. عفواً دكتورة.
شلون صار وضعه؟ توقعاتي كلها غلط، ما عم يمثل منيح. إذا كلفته بشغلة بيقدر يعملها؟ لسه بكير. إيه، ولأمتى بدي يستنى؟ بده كم يوم. كم يوم كتير، يا بيعملها يا بيموت. اسمعني يا حلو، أمرك سيدي. بدك تروح لعند أرون فيلر وتعرف منه محل اسكندر الكبير. تأمر سيدي. تعرف شلون تتصل فيه؟ عندي شخص بوصل له، هو بيوديني لأرون فيلر. بس ممكن تصير مشكلة. ما بتصير. إذا بتروح بهي الحالة ما رح يصدق إنك هربان منا. بدنا نعذبك شوي. طبعا سيدي. عبد الحي، أنت بتأمر معلم. معلم تمشي هاللعبة على فيلر؟ مشيت ولا ما مشيت؟ ما في بإيدنا شي تاني مماتي. معلم خلينا ندور على اسكندر وبعدين منبعت المراقوص لفيلر. مماتي ما في عنا ولا دقيقة نضيع. إذا اسكندر بيمسك إبرو ورهف ما رح نقدر نوصل له غير عن طريق فيلر. شكراً كتير. العفو. ألو، نحن لازم نلتقي بسرعة، موضوع مهم. تفضل خالي، المئة ألف اللي طلبتها. ليش هدول قطع صغيرة يا جوهر؟ وليش لحتى مبين زنقير خالي؟ ابني أصلاً بابا ممدوح سلب لهم 100 ألف سلب كأننا زنقيل. أنت ليش عطيته؟ ما عم بفهم. إيه وعدته خالي، صاير عم تعطي وعود كتير. يا شو بعطي؟ شو بعطي يا جوهر؟ عم أعطي روحي كله بسببك. لو ما أكلت هاي السكينة ما بتروح هاي المصاري. أنا بأكل السكين وتبهدل كمان. ما قلت لي منين جبت المصاري هاي؟ من الخزنة. ليش؟ هاي فهمتها، بس من أنو خزنة أخذتها؟ خزنتنا خالي. لك جوهر أنا شو قلت لك؟ قلت لك روح جيب 100 ألف ليرة. راح جبتها من الخزنة؟ نعم بدي جيبها. هاي كمان بدي قلك ياها يا جوهر، هاي بدي قلك ياها. أنت بشو بتفيد لك أنا؟ أنت قلت مستعجل خالي. جوهر ما بتعرفني، ما فيني نام إذا فضيت الخزنة. ايه بس خزنتنا مو فاضية خالي. الجبل ما بيتحمل السحب يا جوهر، شلون خلك بده يتحمل؟ اليوم 100 ألف، بكرة 100 ألف، بس سمعوا الكل بيصفوا بالدور وبعدين الخزنة بتفضى. ايه خالك بيحسن ينام؟
ما بيحسن غالي. مين بدي ينهب بهالوقت؟ ما بعرف. روح انهب مين ما بدك. والله العظيم سيدي اللي رد على التليفون أرهان قرا وبعدها انقطعت المكالمة وهلأ تليفونه مسكر. تليفون بيته ما عم يرد أبدا. خلينا نروح نشوف إذا كان هالزلمة عايش ولا ميت وليش ما عم بيرد علينا لما منتصل فيه. بنتك حلوة كتير ما شاء الله، الله يحمي لك ياها من العين. دخيل اسمها ما احلى رهف. شكرا كثير عمو، والله بحياتي ما رح انسى معروفك. شو هالحكي، انا ما عملت شيء. يا ترى صرنا بامان هلا؟ لو فيني خبر صهري مراد اكيد هلا قلبه نار علينا. اليوم ابقوا هون بعدين انا بشوف الوضع وبوصل لمراد. ماشي طويل. قل له مراد على مدار جاهز لكل شيء لانه فقد مرته وبنته، بده فلر يتفاهم معه. طويل هي مهمه. مراد على مدار جاهز لكل شيء لانه خسر مرته وبنته وبس يشوف أرون فلر بيتفاهم معه. عم استنى منك خبر بسرعة. شو قال؟ بده يخبرني. عبد الحي طمني، في خبر من ألبير؟ لا معلم، مرت أخونا ما ترى أي أثر. وين تخبت هاي المرة؟ والله حلال عليها معلم، طلعت أشطر منا. لا اسكندر عم يحسن يلاقيها ولا نحنا. سيدي الحلو اتصل فينا من شوي. ليش هو لساته عايش؟ قال انه هرب من مراد على مدار وانه مصاب. وانا شو علاقتي؟ يروح يتداوى معناها. انت بتأمر سيدي. روحوا جيبوه، حققوا معه وقتلوا. سيدي طلب مني يقلك انه مراد على مدار جاهز لأي مساومة بسبب فقدانه لمرته وبنته وهلأ هو بحال الضياع. هلأ فهمت القصة، يبدو لهيك أطلق سراحه مراد على مدار مقابل نيته الطيبة هاي. أنا بحقق مع الحلو بقتله. أنت بتأمر سيدي. بدك تقابل مراد على مدار؟ بس خلص من الحلو. اسكندر شو عمل؟ قدر يلاقيهم؟ لا سيدي، حاليا هو متجه باتجاه بيت شخص اسمه أورهان قرا. سيدي الرئيس أزعجتك لأنه موضوع كتير مهم. شو صار؟ صديقنا أورهان قرا بعت لنا رسالة. زوجة مراد على مدار وبنته وأمها لجأوا لبيته. عطوني العنوان.
ألو. ماشي طويل. قلت لي هلأ وين أنا؟ بشارع الناتو. بشارع الناتو. ماشي عم بستنى. عابد وصلوا الحلو تعالوا. حاضر معلم. معلم ما بدنا نلحقه؟ ما بنقدر نخاطر بماتي. أنا متأكد إني رح أنجح سيدي. أكيد. أنا بشكرك كتير على اللي عملته معي. معلم لقيناه. عائلتك ببيت واحد تابع للختيارية. شو؟ امشوا بسرعة. نحن صار لازم ننام. أنا حضرت لكم الغرفة. تفضل. شكراً عمو أرهان. شكراً كتير. تصبحوا على خير. وإنت من أهل. صرنا ما شفنا بعض يا أرهان. اشتقت لك كتير. والله مختير يا اسكندر. هاي الدولة هي اللي ختيرتنا، بس للأسف الدولة العميقة ما قبلتنا بين الختيارية مثلك. أنا ما فهمت. لا فهمت. فهمت فهمت كتير منيح. لهلأ عايش لوحدك؟ لا عندي عيلة. معناته الجلي اللي شفته مكون بالمطبخ كله لون. صحيح. وما بدك تعرفني على عيلتك؟ تأخرنا مرة تانية. لسه ما بيكونوا ناموا. ناديلهم حابب اتعرف عليهم. اسكندر مرتي مريضة. معناتها انت عندك زوجة؟ انا بقصد المرة اللي عايشة معي. ها يعني صاحبتك. لازم خلاص يا روح خلاص يا عمي خلاص حبيبتي خلاص يلا بسرعة يلا جاي. هذا اللي عم يبكي ولد ولا حفيدك؟ ولد. لروح شوفهم، إذا لقيتهم فايقين رح جيبهم يتعرفوا عليه. كون ممنونك كتير. هالصغير بنت ولا صبي؟ بنت. أنا كمان كان عندي بنت قتلوها السفل المجرمين. ما كنت بعرف. بسلامة عمرك. وعمرك وعمرك. كما
زمان لما كنت شاب ما كنت تعرف تكسب. اتركوني، لا تلمسوني. قلت لك اتركني اتركني. اهلين وسهلين ببنتي الحلوه. ما بتقدر تاخذ بنتي قبل ما تقتلني. شو هالحكي يا ابرو؟ انت وبنتك رح تعيشوا سنين طويله كتير. وعدت مراد انه بنتك مثل بنتي.